والحضارة باختصار شديد. الحضارة هي ثمرة التفاعل بين الإنسان والكون والزمن أو الوقت. هذه ثمرة التفاعل بين هذه العناصر هي التي تشكل مفهوم الحضارة. علماء الحضارة حينما تحدثوا في هذه المواضيع أكدوا على هذه المعاني الكبرى، العناصر الأساسية الكبرى البارزة في بناء الحضارات: الإنسان والزمن الوقت والكون، وهو الذي يمثل الجانب المادي في هذه الحياة. ثم أن هذه الحضارة مثل الإنسان تماما، لها جسم وروح، جسم وروح، مادة وروح. جسم الحضارة يتمثل في المنجزات المادية من المصانع والجسور والعمران والطائرات والسيارات إلى غير ذلك. هذه الماديات، هذه المنجزات المادية هي التي تمثل جسم الحضارة. أما روح الحضارة، الجانب الروحي والجانب المعنوي في الحضارة، يتمثل في العقيدة، يتمثل في القيم والأخلاق، يتمثل في هذه المسائل المعنوية التي لا يمكن أن تستغني الحضارة عنها إطلاقا. فإذا ركزت على الجانب المادي وأهملت الجانب الروحي المعنوي صارت حضارة مدمرة للإنسان، حضارة يشقى الإنسان في غيابها، كما نشهد اليوم في حضارة اليوم التي أهملت كثيرا هذا الجانب الروحي المعنوي.